بالأمس مبارك كان في الحكم طاغية فرعونا كبيرا، واليوم في الإقامة الجبرية أو في محبسه أو حيث ألقت، لا يعنينا أيها الإخوة. لكن سبحان الله، يوم طالب بعض المشايخ من الحربائيين المتلونين الذين سبحوا بحمده سنين عددا، ويوم سقط الرجل وهوى طالبوا ليس بأقل من إعدامه، تندرنا عليهم وسخفنا منطقهم وتبرأنا منه حقيقة. فعلنا هذا بفضل الله، ليش حب في مبارك؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أحبه، ولا حبا في الطواغيت، ولا حبا في الطواغيت. ويوم بدر من مرسي وجماعته شيء من ظلم في أحداث الاتحادية، شجبنا هذا وقلنا ضحية الأمس جلاد اليوم، وبغضب قلنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ على أن الذين سقطوا معظمهم من جماعة مرسي، انتبهوا هذه الحقيقة بالأسماء، واحد ربما أو اثنان أو ثلاثة مش من جماعة مرسي. لماذا؟ لأننا لا يعنينا لا مبارك ولا مرسي ولا سيسي ولا فلان ولا علان، تعنينا الحقيقة ومستقبل الدين والأمة، تعنينا المبادئ. يوم فشل مرسي وجماعته في الحكم قلنا فشل، فشل فاشلون وأفشلوا، فشل. وخرج الشعب بالملايين قلنا ليتخلوا عن الحكم ودعوا مصر تهنأ، دعوها هادئة، لا داعي. وإلى أن نقول لا داعي أن تحرقوا مصر من أجل كرسي ومن أجل الحكم فشلتم فيه، وغضبوا علينا، انتبهوا. واليوم أتينا لنقول مرة أخرى، الذي يتعرض له مرسي وإخوانه فيه كثير من الحيف والظلم. الرجل لم يتلقى إلى الآن على الأقل معاملة تشعرنا بالعدل. يا أخي عاملوه كما يعامل مبارك، على أن مرسي لم يأتي من الجرائم في حق الشعب المصري واحد ربما على ألف مما فعل مبارك، أليس كذلك؟ ماذا فعل مرسي في سنة؟ كما قلنا وجوه من الفشل فقط والإفشال، وقتل اثنين ثلاثة يحاكم هو وكل من تثبت عليه التهمة، أليس كذلك؟ هذا هو العدل، لكن نريد محاكمة شفافة، نريد أن نراها وأن نسمعها، صحيح؟ نريد أو يمكن على الأقل من النزهاء والوسطاء من يأتي ويرقب ويرى ويسمع. أنتم قلتم الرجل، وهذا هالنا وأفزعنا، استخبارات لديه، مخابرات مع كذا وكذا، نريد أن نرى الأدلة إن كانت حقيقية لتأخذ العدالة مجراها، وإن كان كذبا وزورا وتدليسا. أنا أقول لكم مش حنان إبراهيم وزير السورة في فيينا، الشعب كله يريد أن يعرف الحقيقة، انتبهوا. والله العظيم يا إخواني أنا أقول وقلبي يتقطع على مصر، وقلبي واجف ووجل على مصر. أنا أقول لكم من المستحيل أن تخدع ضمير شعب، أنت تخدع المأجورين، تخدع من تدفع لهم، تخدع من تطعمهم ومن ترهبهم وترغبهم، لكن لا تستطيع أن تخدع 90 مليونا. بعد ذلك سيستيقظ الضمير. وأنا أقول لكم إذا الظلم يتوالى والأمور ليست شفافة وليست نزيهة، الأمور تؤذن بثورة ثالثة، لا قدر الله لو وقعت، أنا أقول لكم ستكون الأشرس والأكثر دموية. لا نريد أن تذهب مصر في طريق سوريا، لا نريد هذا، ولا نحبه ولا نباركه بأي طريقة. لذلك نقول نحن للمتعاطفين مع الإخوان وغير الإخوان، اهدأوا واجلسوا، كفاكم تخريبا ومظاهرة، اجلسوا يا أخي في أمور أخرى، في قضايا أخرى تحل بها. لكن نقول للآخرين كونوا عادلين. لا يعجبني منطق بعض المشايخ وبعض العلماء يعتل منبر، انتبهوا صرنا الآن بين مكفراتية وبين مخارجاتية، أنا أسميهم. بالأمس أخذتم على الناس بالحق والباطل أنهم يكفرون، وأنا أقول لكم لماذا نفضع تكفير مسلم؟ لأن من ورائه القتل، قتل مسلم. أقول لكم الذي يتهم الناس بأنهم خوارج ويقول خوارج، هذا حاله أفظع. تعرفون لماذا؟ لأن الخوارج صحت فيهم الأخبار والآثار أن من قتلهم فهو أولى بالله منهم، وطوبى لمن قتلهم وقتلوه، وأنهم كلاب النار، واقتلوهم تحت كذا. إذن الذي يتهم الناس هكذا على الحامي والبارد بأنهم خوارج 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 يقول اقتلوهم لتقتلوهم، يا أخي في أي منطق؟ أين العدل؟ أين الحق؟ أما أن لهذه الأمة يا إخواني أن تتبع الحق
في قولها وفعلها في رؤيتها وتصورها، لأن الحق والحق وحده والله العظيم هو الذي سينقذهم وهو الذي سيسعهم. أنا أقول لكم غدا تحدث مثل هذه الفتن لن نكون من المحرضين قسما بالله على الوهابيين، رغم مواقفهم منا وتكفيرهم لنا ولغيرنا، نحن لسنا مع الدم، لسنا مع القتل يا إخواني. الحياة عملة نادرة في الكون، مش في أمة الإسلام، في الكون كله، قطر 90 مليون سنة ضوئية، إلى الآن مش ثابت أنه في حياة إنسانية إلا على كوكب الأرض. هذه عملة إلهية مقدسة، عملة نادرة جدا جدا، علينا أن نقدس الحياة، أن نقدر الحياة يا إخواني، ألا نستهين بالدماء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين.